محاربة لشتى أنواع الجريمة، قامت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالبويرة بتوقيف شخص ينتحل صفة ضابط سامي في الدرك الوطني ويقوم بإهانة هيئة نظامية من خلال قيامه بالتبليغ عن وقوع جرائم قتل وهمية يعلم بعدم وقوعها. تعود الوقائع لقيام المعني بالاتصال هاتفيا بالأرقام الخاصة بالمصالح الأمنية وكذا مصالح الحماية المدنية لجل ولايات الوطن، مقدما بذلك بلاغات كاذبة مضللا هذه المصالح. بعد التحقيق المعمق واستغلال الوسائل التقنية المتوفرة، تم تحديد هوية ومكان تواجد المعني ليتم توقيفه بمدينة الجزائر العاصمة أين اعترف بالجرائم المنصوبة إليه. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المعني هذا اليوم 24 من شهر جوان سنة 2020 أمام السيد وكيل الجمهورية الذي أحال القضية على قاضي التحقيق. مؤسسة الدرك الوطني تقدر جهود المواطنين الشرفاء وتعاونهم الوثيق من خلال التبليغ عن مختلف أنواع الإجرام، كما تثمن تنامي الثقافة الأمنية لدى مواطنينا، إلا أننا نتأسف على بعض السلوكيات المشينة الرامية للتضليل والتشويش وتشتيت جهود الأفراد في خدمة الوطن والسهر على أمن المواطن. في الأخير ننوه بجهود أفراد الدرك الوطني ونضع تحت تصرفهم الرقم الأخضر 1055.